طب انا عندي رأي يا عبود. ايه هو يا استاذ سليم؟ عايز تقول ايه يا سليم؟ طبعا احنا لسه مش هنعرف بعض، وده شيء يعتبر في صالح حميدة وامين. الحقيقة احنا كل شيء تقريبا في صالحنا. سننت لو سمحت، وضح كلامك من فضلك يا سليم. بيتهيألي رأي واضح، مش محتاج توضيح. لا محتاج يا استاذ سليم. أنا قصدي أقول إن إحنا أهل، أسرة واحدة، أمين ده ابنكم وحميدة بنتي، يعني مش هنختلف على الشبكة والمهر. وإحنا هنتكلم في الشبكة والمهر قبل ما تعرف رأينا وإذا كنا موافقين ولا رافضين من حيث المبدأ. نعرف. إيه رأيك يا أريسة حميدة؟ حميدة ملهاش رأي يا أمين. رأيي أنا اللي يمشي، مش رأي حميدة يا أستاذ. طيب ممكن أعرف رأيك بوضوح وصراحة يا عبود؟ أنا آسف يا سليم، أنا مضطر أقول لك إن ابنك أمين مرفوض. طب يا ترى ممكن أعرف إيه هي أسباب الرفض؟ الأسباب أنت عارفها كويس قوي يا أمين. بس أنا معرفهاش، ومن حق أعرفها كويس. والله تقدر تسأل عليها زكريا. زكريا جوز عمتي ما بيحبنيش من زمان، وأي كلام هيكون قاله لكم عني كد. هو زكريا يعرف إنك جاي النهاردة تخطب حميدة؟ لا ما يعرفش، وحتى لو كان يعرف رأيه مش هيقدر. سهل انك تبقى نسخة من ابنها واجدي، لكن خيبت ظنها. ده غير ان مرتبك اللي بتاخده من شغلك في مكتب سامي احمد ما يصرفش على بيت، وانا شخصيا انصحك في الجواز لغاية ما تكون نفسك. ساعتها هتلاقي اللي ترضى تتجوزك. طيب كده نعتبر ان الزيارة انتهت. أنا آسف يا سليم. آسف يا حبيبتي، آسف آسف. آسف يعني إيه؟ يعني ما كانش قصدي أزعلك. أنا بقى مش طايقاك. يعني مش معقول اللي بتعمليه ده. من حق أسألك اتأخرت ليه؟ تبقى بقى مش واثق فيا. يا هانم انا لو مش واثق فيكي ما كناش استمرينا مع بعض لحد دلوقتي. فين يا حبيبتي؟ ده انا بحبك بحبك. الساعة بقى كام دلوقتي؟ انا ايه الساعة كام؟ داخلة على 2. زمان مراتك قلقانة عليك. انت بتفكريني بيها ليه دلوقتي؟ عايزك تروح لها. نبيل افهميني بس. انا متضايقة وزهقانة عايزة اكون لوحدي. عشان خاطري يا حبيبتي، عشان خاطري. ما بلاش الاسلوب ده. يوه ما تعفرتنيش بقى. يعني ايه يا نفين؟ معقولة تفتح الباب عايزاني امشي؟ لو سمحت. حميدة مش عايز حد يتكلم معايا. أمين ما يستاهلش تعملي في نفسك ده كله علشان انتي بتحبيه. لو بتحبيه تبقي اتجننتي. بذمتك أمين ولا وجدي؟ وجدي. طلب ايدك من بابا ومنتظر الرد. مش ممكن. امتى حصل الكلام ده؟ من فترة، وكل ما اجي فتحك انا وبابا ما تديناش فرصة. مستحيل مستحيل، ده لا يمكن يحصل ابدا. المستحيل انك تتجوزي امين. لا
لا يا ماما أرجوكي. أنا بربيك من دلوقتي عشان ما تمنيش نفسك وتحلمي. ماما. نعم. أنا مش هحلم بأمين، بس أنتوا كمان ما تحلموش إن أتجوز وجدي. يعني إيه؟ يعني لا هتجوز أمين ولا هتجوز وجدي ولا هتجوز خالص عشان ترتاح. مفيش مشكلة. أيوه يا أمين مفيش مشكلة. أنا بتكلم جد يا أمين. بقول لك إيه، ممكن تنقطني مسكاتك؟ أنا أصلاً عندي رأي يحلك كل مشاكلك دي من جذورها. يا جدع أنت روح حل مشاكلك الأول. طب اسمع رأيي، وإذا ما عجبكش ارميه ورا ظهرك. ماشي يا عم، اتفضل افتي. تكتب كتابك النهاردة أنت وحميدة، ولو ما عندهاش مانع تخلوا الدخلة بعد كتب الكتاب. تعرف إن أنت المخدرات لحست دماغك؟ أنا بتكلم جد يا أمين. جد؟ يا بني آدم يا مجنون أنت. طب وأهلها؟ من غير أهلها ما يعرفوا. في السر يعني. في السر؟ مؤقتا يتم الجواز في السر، ولما تلاقوا الظروف بقت في صفكوا تعلنوا الجواز. لا 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 لا، حميدة أكيد هترفض الجواز بالأسلوب ده. أنت ممكن تأثر عليها، ولو بتحبك هتوافقك. لا برضو أنا كمان مش ممكن أتجوز حميدة بالأسلوب ده. إيه؟ هو الجواز بقى له أكتر من أسلوب اليومين دول ولا إيه؟ اسألي. أنا ما قلتش حاجة. أمين هو اللي بيقول. هو اللي بيقول. بيقول إيه؟ اسألي. تصوري فتحي بيه بيقترح عليا إن أنا أتجوز حميدة بدون علم أهلها وفي السر. هما رفضوك؟ يا أختي رفضوني، وأنت مش دعيتي. خلاص دعوتك استجابت. وناوي تعمل ايه؟ معرفش بقى. لكن ايه اللي خلى فتحي يقترح عليك انك تتجوز في السر؟ انت برضو صدقتيه امين؟ مش انت بيني ما قلت له اي حاجه. الله، انا مش فاهم يا ابني انت مرعوب كده ليه. انا عارفه مرعوب ليه. يلا على مكتبك. الدوسي ده ضيفه لشركه الوفاء. ديفين، بقول لك ايه، معلش هاخد رايك في حاجه كده. لو انت مثلا مكان حميده واهلك رفضوني، كان ممكن تقبلي تتجوزيني في السر ومن غير علمهم؟ متهيالي انه اي بنت ما بتقبلش تتجوز في السر، يعني الا اذا كان عندها اسباب اقوى منها ومن كل ظروفها. بس انا سامي. سامي بيعزف في مكتبه. حاضر. في ايه يا فتحي؟ ايه؟ مالك قلقان ليه يا سوسابيه؟ بصراحة خايف من شغلانة المخدرات دي. شغلانة خطرة وكلها شوك. وهي يعني تجارة العملة في السوق السوداء ما فيهاش شوك؟ فيها طبعا، بس انا خدت على شوك، بعرف اتقي شر واخلص منه. من غير مؤاخذة يا سوسة بيه، مفيش حلاوة من غير نار، وتجارة المخدرات دي هي اللي هتخليك تلعب بالملايين لعب. هتدوس على الرابع ومحدش هيحصلك. اسمع كلام، هتضرب كمان سي زكريا في السوق، ولا انت ناوي ترجع في اللي اتفقنا عليه؟ لو عاوز ترجع احنا فيها. والراجل اللي احنا مستنصرينه ده؟ لا ما تعتلش هم. نمشي قبل ما يجي، وانا مستعد اروح له في الخن بتاعه واعتزله. بقول لك ايه، انت مال ايدك منه؟ هو بصراحه مش قوي، بس زيادة اطمئنان. لو انت عايز تطمن له اكتر اسأل عنه زكريا بيه، اصل انا عرفته عن طريقه. سيد زكريا دي، انا مش عايز اي حد ياخد خبر عن الحكاية دي، وبالذات زيقص ده لو شم خبر بس هيرمينا في النار.
لانه هيعرف انك حكيت له كل اسراره وفهمتني ان سبب العز اللي هو فيه ده كله انه في حال المبتدى اشتغل في المخدرات مع الجدع اللي اسمه المجربي ده. ايوه يا سوسه بيه، بس اصل ايه ده المجربي وصل. اهلا اهلا اهلا، اسف للتاخير يا صالح. لا اهلا، مفيش اي حاجه. سوسه بيه اهلا وسهلا. اهلا 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 يا سوسه، اتفضل سعادتك. تشرب ايه سعادتك؟ انا قبل ما اشرب انا عايز اعرف، سوسه ده اسمك الحقيقي ولا اسم الشهره؟ ده اسم الشهره، اصل انا من صغري كنت جدع قوي وفوت في الحديد والصخر، عشان كده سموني سوسه. لا انت نسيت اهم حاجه، الخشب. ده انت يا سوسه تفوت في الخشب رهوار. تشرب ايه يا مجربي؟ قبل ما نشرب نتكلم شويه في الشغل. سوسه بيه، احب اعرف تقدر تشيل قد ايه؟ بقول في حال المبتدا نشتغل على خفيف. خفيف ايه يا سوسه بيه؟ انا قلت لك افتح على الرابع ومحدش هيحصلك، جمد قلبك امال. القلب جامد، بس احنا لسه جداد فكار والعقل مطلوب برضه. انت هتبيع لمين؟ واللي هيبيع صالح، والمكسب التلتين ليا والتلت لي. وانا من غير مؤاخذه يا مجربي، زبوني جاهز وهيشيل جمله. عرفته منين؟ اللي يسال ما يتوهش يا مجربي، ولاد الحلال كتير قوي في السكه دي. مطمن له؟ الميه تكدب الغطاس. لا انا مطمن له مليون في الميه، قصدي مليون في الميه. يبقى نتكلم في الشغل. اشرب شاي. امين، انا ما طلبتش منك تيجي تقابلني عشان تقولي انك عايز تنتقم من زكريا جوز عمتك. انتقامك ده مش هيوصلنا لحاجه. ايوه بس انت عارفه ان زكريا هو السبب في مشكلتنا اللي احنا فيها دي. على العموم خلاص، انا عندي اقتراح تاني. ترفضيه؟ خلاص بلاش اسمع. طب ليه؟ ما تسمعيه وتفكري فيه على رواقه وعلى مهلك كده، مش يمكن تقتنع بيه في النهاية؟ طيب يا سيدي قول ايه هو؟ نتجوز. نتجوز؟ نكتب كتابنا عند اي مأذون، وفي الوقت المناسب نحط اهلك قدام الامر الواقع. انت بتقول ايه؟ مش حميدة طبعا تعمل كده. انا انت ايه يا امين؟ انت لو جوزتني بالسهولة دي هتتخلى عني برضو بنفس السهولة. طب خلاص انسي اللي قلتهولك ده وما تزعليش نفسك، اصل انا كمان فكرت في حل تاني. ايه هو؟ انا هتحايل على عمتي وحبوس ايديها ورجليها حتى علشان تقبل تتدخل وتقنع والدك ووالدتك. ايه رايك في الحل ده؟ امين انت لسه ما عرفتش ولا ايه؟ عرفت ايه؟ وجدي طلب ايدي. ايه؟ وجدي ابن عمتي سعدية؟ في كارثة. كارثة؟ اتكلم يا امين ما توترنيش. بابا وماما حد منهم جرى له حاجة؟ بابا وماما كويسين، والكارثة اللي انا بكلمك عنها دي لسه هتحصل. كارثة ايه دي يا امين؟ جوازك من حميدة، هي دي الكارثة. كارثة ليه يا امين؟ حميدة بني ادم مهذبة وكويسة، ولو كان بابا عرض عليا الجواز من حد تاني انا كنت هرفض، لان انا اساسا رافض فكرة الجواز لغايه ما اخد الماجستير والدكتوراه. وبعدين يا اخي ما انت عارف حميده كويس، يبقى ليه جوازي منها كارثه؟ لان انا بحب حميده وهتجوزها. انت؟ ايوه انا. وهي بتحبك؟ ايوه بتحبني. كذاب. وجدي ابعد عن حميده يا وجدي. مش هبعد يعني.
وانا مش هتجوزها عشان بحبها او معجب بيها، لا، عشان احميها منك. وجدي بلاش تخسرني احسن لك. انا اخسر امي عشان احمي حميده، لانها بني ادم رجليه ومثقفه، احميها من واحد زيك كله شور ما بيفكرش غير في نفسه بس. انا مش جاي اسمع منك مواعظ دلوقتي، انا جاي احذرك لو اتجوزت حميده. قالت لا، قالت لا ومصممة على الرفض، والسبب طبعا عارفه. عارفه يا عبود، بلغك ان امين زارنا هو وابوه عشان يطلب له ايد حميدة؟ ايوه، وعرفت التفاصيل كلها من السعدية ليلة امبارح بس. وسيلة من رأيها ان احنا نستنى على البنت شوية لحد ما اعصابها تهدى وتقدر تفكر بعقلها. وانا موافق على رأي وسيلة، حميدة لازم أعصابها تهدى تماما. بعد كده بقى أنا اللي هخلي حميدة ترفض أمين وتوافق على جوازها من وجدي وهي في كامل وعيها. أنت يا زكريا؟ أيوة أنا يا عبود. طب إزاي؟ لا ما تسألنيش دلوقتي، بس لو سعدية حاولت تعرف رأي حميدة خلي مراتك تقول لها حميدة أجلت التفكير في الموضوع ده لبعد الامتحان. مش ممكن ده يحصل، مش ممكن. ما تقوليش مش ممكن، لانه حصل فعلا. امين، تنكري ان انت رفضت تقولي لي على اسم عروسه وجدي يوم ما سالتك عنها علشان تتم المؤامره؟ مؤامره ايه اللي بتتكلم عنها؟ المؤامره اللي اتفقتوا عليها كلكم علشان تحطموني وتحطموها. انا احطمك؟ تنكري ان انت كنت عارفه ان انا بحب حميده وحميده بتحبني؟ تنكري ازاي؟ ازاي اعرف انكم بتحبوا بعض واقنع وجدي انه يتجوزها؟ لانك بتكرهيني يا عمتي، انت كمان بتكرهيني زيهم بالظبط. انا يا امين بكرهك؟ ده انا امك. امي ماتت من زمان. امك اللي ولدتك هي اللي ماتت، لكن اللي ربيتك لسه عايشه. مفيش ام بتربي وتكره ابنها. كدابه. اكره. سيبني دلوقتي يا زكريا. زكريا، انت كنت تعرف ان امين بيحب حميده؟ السؤال ده سبب ايه؟ جاوب ما تسالش. هو تحقيق يا سعديه؟ ايوه تحقيق. ايه المناسبه؟ يوه ما قالكش راح فين؟ لا ما قاليش. دي بقى مش طريقة شغل، كل يوم يسيب لي المكتب ويمشي من غير إذن، أنا هخلي سامي بيه يستغنى عني. أنسة نيفين، لو سمحت. نعم، عاوز إيه؟ ممكن ما تكلميش الأستاذ سامي دلوقتي عن أمين لحد ما يرجع وتعرفي أعذاره. كل يوم أعذار، كل يوم أعذار وكلام فارغ ما بينتهيش. أنا واثق إن المرة دي عنده عذر قهري. يعني إيه؟ تعرف هو موجود فين دلوقتي؟ كل اللي اعرفه ان جاله تليفون شقلب كيانه بمجرد انتهاء المكالمه، خد في وشه وجري. ما تعرفش مين اللي كان طالبه؟ لا ما اعرفش. طيب انا بقى هعرف مين اللي كلمه وراح فين كمان. Thank you.
استاذ امين، سامي بيعيزك حال بال. جالك الموت يا تارك الصل؟ في حد عنده؟ ايوه الانسه نيفين. بقول لك ايه، امسك اعصابك، لو سمعت كلمتين ما لهمش لازمه. اكل العيش يحب اللي تطيله. بس انا بقى يا سيد فتحي ما بعرفش اطاطي. هتتعلم لوحدك ولا اقول لك؟ مستعد اعلمك. لا يا اخويا، ده انا اللي اعلمك ازاي ما تطاطيش وتذل نفسك عشان حته وظيفه. ما تكبرش يا امين، كتير بداوا زيك وانتهوا مناخرهم في الارض. بس مش امين. قلبي عليك يا امين. هتشوف امين هيعمل ايه. وجدي مش هيتجوز حميدة. لا، وجدي هيتجوز حميدة يا سعديه، وخلينا نشرب لهو بمزاج. وانا بقى ما اقبلش ان ابني يتجوز واحده وهي بتحب واحد تاني. حميدة ما بتحبش امين. ولو كانت بتحب امين ما كانتش وافقت على جوازها من وجدي. مين قال لك انها وافقت؟ انا كنت مع عبود النهارده. هو قال لك انها وافقت؟ يعني ما لهاش صريحه يعني، انما انا فهمت من كلامه كده. يعني ايه فهمت؟ على فكره حميده ما اعترضتش على وجد ابننا، هي كل اللي قالته قالت ناجل الموضوع شويه لغايه ما امتحن واتخرج، وعلى مو فاضي الحكايه دي شهر. بقول لك ايه زكريا، انت بتلعب لعبه ضد امين، بس لازم تفهم ان اللي هيدفع ثمنها ابنك وجدي. يا سلام يا ست سعديه، ليه؟ اللي بيني وبين امين؟ ما هو ده اللي نفسي اعرفه. وقالك حاجه عني؟ كل اللي قاله انك بتكرهه، وعشان بتكرهه عايز تجوز ابنك لحميده. على كده بقى انت كمان بتكرهي امين؟ انا؟ ليه؟ لان زي ما انا فكرت في جواز وجدي من حميده، انت كمان فكرت فيه. لا، انا عمري ما فكرت في الموضوع ده، ما هي قدامي من صغرها. لكن لما انت لفتت نظري ليها لقيتها بنت كويسه ومناسبه لوجدي من كل ناحيه. وعمرنا يا سعديه ما هنلاقي بنت زيها. وامين يا سعديه، امين ده لا ابني ولا ابنك، لكن وجدي ابننا ومصلحته مصلحتنا وتهمنا. بس امين بيحب حميده وحميده بتحبه. كده مستحيل حميده تحب واحد زي امين ده. ولعلمك تلاقي امين لما عرف ان وجدي ابننا راح عشان يخطبها غار، خد ابوه وجري عشان يلهفها من ابنك، لانه طول عمره بيغير منه وبيكرهه. لا امين ما كانش يعرف ان وجدي هيخطبها. امين من صغره وهو بيتجسس علينا واخبرنا عنده اول باول. دي اخر مره هتجاوز فيها عن خروجك من المكتب بدون اذن، بعد كده هفصلك، مفهوم؟ اي ايه مالك يا نيفين؟ في ايه؟ في ايه يا انسه نيفين؟ سلامتك. لا ابدا مفيش حاجه. امال مالك، حصل ايه؟ كرامب بس في رجلي، بس علاجه عندي. ده اسمه جنان يا استاذ. وبتضحك كمان؟ اصل بصراحه شكلك مسخره قوي وانت بتقول ده اسمه جنان يا استاذ. بصراحه يا امين انا خايف عليك. من مين يا اخوي؟ من نيفين. نيفين؟ ايوه نيفين. وانصحك تخليك حاوط معاها في كلامك وتصرفاتك، ده اذا كنت خايف على وظيفتك ولقمه عيشك. يا سلام، انت اصلك ما تعرفش نيفين وضعها ايه بالظبط في المكتب. هيكون وضعها ايه بالظبط في المكتب؟ مجرد مديره للمكتب، يعني موظفه زي زيك. ايه موظفه زي زيك؟ بقول لك ايه، لايمها لايمها بقى، وبعد كده لا تطول رجلك ولا تطول ايدك، لا تلاقي نفسك في الشارع بعد كده. شكلك كده تعرف حاجه عن فين انا ما اعرفهاش. انا ما اعرفش حاجه، ده انا حتى ما اعرفش اسمك. فتحي، اسمك فتحي؟ ايه مخبي عني ايه بقى يا فتحي؟ ما فيش حاجة يا أمين. فتحي، هو في حاجة بين أمين والأستاذ سامي؟ في يا أمين. أكيد؟ لا مش أكيد، أنا بس بخمن. طب ما تيجي ما تقول لي خمنت إيه بالظبط يا خبيث. يا أستاذ أمين، أنا سنفين عايزاك حالم بالن. أمين، أنا ما قلتش حاجة. ده انت جبان جبني يا جدع. انا في عرضك يا امين، انا راجل متجوز وعندي عيال.
طيب ما تخافش يا ابو العيال. خالص مش عايز اسمع صوتك. تعالي هنا. انت قد الضربه دي؟ طبعا قدها. لسه شفت حاجه؟ ما كنتش اعرف انك من النوع ده، النوع المفتري الجبار. اديك عرفت. انت لسه هتقعد؟ هو انا قادر اقف بعد الضربه الفظيعه دي؟ وبعدين برضو مش انت اللي بعتي عم مدبولي علشان يقول لي لو سمحت يا استاذ الانسه نيفين عايزك؟ ما خلاص. خلاص ايه؟ واحنا لسه؟ خلاص يا استاذ، خدت الطري منك. يلا اتفضل على مكتبك. انا قبل ما اتفضل على مكتبي عايز اقول لك حاجه واحده بس. انت عيلة. انت مجنون؟ بس اذا كنت انا مجنون ايراد، انت مجنونه 24 ايراد. استاذ امين؟ لا قولي لي امين. امين حاف من غير تكليف. عايزين نشيل الالقاب. انا عمري ما قابلت حد قبل كده بالجرأه دي. ولا هتقابلي بعد كده بالجرأه دي. هو امين واحد ما فيش غيره. انت ايه يا اخي؟ ايه؟ مصيبه، كارثه سودة، بلوى مسيحه. بس ذمتك مش دمي خفيف. خفه الدم دي لازم يبقى لها حدود. معاكي انتي انا ما اقدرش اعمل حدود. استاذ امين اتفضل. امين انا. ايه انتي؟ ايه؟ يلا بقى يلا اتفضل روح شوف شغلك. حاضر حاضر يا عليا، انا هروح شغلي بس هسيب قلبي هنا. ارجوك بقى تتفضل تروح على مكتب. حاضر، ما انا متفضل اهو. باي باي. انا ماشي انا ماشي بس هرجع تاني. انا ماشي اهو. انا باي باي. استاذ امين؟ ايوه يا فندم. الشغل اللي عندك يخلص النهارده لان سامي بيه عايزه بشكل مستعجل. حاضر يا فندم. ومفيش مروح بدري النهارده. حاضر يا فندم. وهبعت لك عم مدبول يجيب لك سندوتشات تتعشى بيها عشان تخلص الشغل اللي وراك. ويا ترى عم مدبولي هيجيب سندوتشات ايه يا فندم؟ خليل يا حبيبي يا حبيبي يا خليل. اهلا وسهلا. اهلا بيك. ازيك يا وسيله؟ عاملين ايه؟ ازيك يا سعديه؟ اتفضلي. الحقيقه انا جايه النهارده لاني سمعت خبر كده والحقيقه قلقني قوي. خير يا سعديه؟ ايه بس انا ما اعتقدش ان هناء هتوافق. لا هتوافق يا صادق، بس انت فاهم ان هناء مش سهلة وانت عارف كده كويس. صح، عارف ان هناء مش سهلة. انت بقى مش عارف العلاقة اللي بيني وبين هناء دلوقتي بقت شكلها ايه؟ يعني بقت سمنة على العسل؟ عسل ايه يا صادق؟ عسل مكرر مش همعه. انا بقول الله دلوقتي لو شاورت هناء بصباعي الصغير هتنفذ اللي اطلبه منها من غير ما تفكر. الوثوق اللي انت فيه ده هو اللي مخوفني عليك. من مين؟ من امين؟ امين مين؟ من هناء نفسها. انا اصلي متاكد انها لسه بتحب امين. لا معلش بقى، يبقى انت ما بتعرفش. انا انسى الموضوع ده،
انسى يا راجل. هناء هناء دلوقتي بتقبل العمى ولا تقبلش اللي اسمه امين ده؟ يا راجل دي بتحلم باليوم اللي تنتقم فيه من امين وتفش غلاه. يعني اتكلم بجد؟ امال انا بعت لك عشان اصور معاك؟ انا مش عمال احكي لك على تفاصيل الخطه اللي في دماغي؟ يعني اتكلم معاك صول فصول كده باعتبارنا اخوات وانا دراعك اليمين؟ اتكلم معايا صول فصول، شاويش في شاويش، بس المهم تقول لي على الخطه اللي في دماغك الاول. انا بصراحه بقى بتهيألي ان لازم هناء تفكر في الخطه دي بنفسها. مش فاهم. يعني بصراحه ما تقولهاش انت حاجه خالص، خليها توصل الخطه بنفسها وتتصرف فيه. يا صادق افهمني افهمني، انا وعدت هناء ان انا هنتقم لها من امين. لما اجي دلوقتي اقول لها ان الخطه دي فيها انتقام من امين هتوافق عليها على طول. طب بقول لك ايه؟ اوحيلها انت بالخطه، ما تطلبش منها انها تنفذها بالظبط، واحده واحده عليها. يعني ايه واحده واحده؟ يعني كل ما تقابلها تسرسب لها حته من الخطه، مره تانية تقابلها تسرسب لها حته من الخطه، لحد ما تختمر في دماغها تنفذها هي وتبقى انت بعيد. ايوه صادق، بس بالطريقه دي المساله هتطول وممكن قوي امين يتصرف اي تصرف يبوظ الخطه كلها. لا 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 لا، ما تحتلش هم من حس امين ده. اصل امين من ساعه ما اترفض واتطرد من بيت عبود وهو مش ملموم على نفسه. على ما يتلم على نفسه بقى ويهدى ويفكر هيعمل ايه ويوصل اللي هو هيفكر فيه، تكون هناء خلصت عليه وترتاح انت. ما تقلقيش يا سعدية. ما قلقش ازاي بس؟ ده امين حلف لي انهم بيحبوا بعض من زمان. بس انا ام، لو كانت حميدة بتحبه زي ما بيقول كنت عرفت قبل ما يخطبها. امال حلف لي ليه؟ عشان يفوز بيها وترفض وجدي. ما انتي عودتيه على كده من صغره، كان لما بيشوف لعبه في ايد وجدي بيعيط ويغضب فتديها له او تشتري له غيرها. ما كنتش عايزاه يحس انه يتيم ومحروم، عشان كده ما كنتش بزعله ولا اكسر بخاطره. ولحد دلوقتي جايه تتاكدي مني اذا كانت حميده بتحبه ولا لا. حميده مش لعبه، دي بنتي وبنتي الوحيده يا سعديه. انا مش ممكن اجوزها الا الواحد يخاف عليها ويحبها. الواحد ده اكيد مش هيبقى امين. انا ما قلتش كده، انا جايه لاني بحب حميده وطبعا بحب وجدي، مش عايزه اي حاجه تنغص عليهم عيشتهم بعد كده. يعني انت تفتكري ان انا اعرف ان حميده بتحب امين واجوزها لوجدي؟ لا طبعا، دي بنتك الوحيده وكل اللي يهمك سعادتها. اديكي قلتيها بلسانك يا سعديه. طيب رأي حميدة النهائي في وجدي ايه؟